The Commander-in-Chief of the Bahrain Defense Force, Field Marshal Sheikh Khalifa bin Ahmed Al Khalifa, today attended part of the joint exercise Hamid 1, which included a number of BDF warships and fighter jets, as well as fighter jets from the Egyptian Armed Forces. The BDF Commander-in-Chief conveyed the greetings of His Majesty King Hamid bin Isa Al Khalifa to the Egyptian Armed Forces and thanked them for their participation in the joint exercise, which falls within the enhancement of the historic brotherly ties and military cooperation between the Kingdom and Egypt under the leadership of His Majesty King Hamid bin Isa Al Khalifa and the Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. Praising the significant military cooperation between Arab armed forces, the BDF Commander-in-Chief expressed his pride in the highly efficient training of the joint exercise and stressed that more joint exercises were needed to develop joint defence capability. Inspector General Major General Abdullah Al-Naimi opened the first day of the joint drill. After some recitation of the Holy Quran, the commander of the Royal Bahrain Navy Force, Commodore Sheikh Khalifa bin Abdullah Al-Khalifa, delivered a statement in which he welcomed the Egyptian senior military officers and thanked the Egyptian Navy for accepting the invitation to participate in the tactical marine drill Hamid 1. Then a briefing on the tactical drill carried out by the naval and air forces of the two countries was presented. شهد معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم جانبا من التمرين المشترك حمد واحد الذي تنفذه قوة دفاع البحرين بمشاركة من مجموعة من السفن الحربية وعدد من الطائرات المقاتلة التابعة للأشقاء من القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية. هذا وقد رحب معالي القائد العام بالأشقاء من القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية ونقل لهم تحيات جلالة الملك المفدى يده الله، كما شكرهم على مشاركتهم في هذا التمرين المشترك، مبينا معاليه أن هذا التمرين يأتي ضمن التمارين التي يجري تنفيذها بين البلدين الشقيقين تعزيزا وترسيخا للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين بقيادة جلالة الملك المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفي إطار دعم التعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين الهدف إلى تعزيز الروابط التاريخية الأخوية المتميزة بين البلدين وتعميق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين الدول العربية الشقيقة والتي من شأنها دعم العمل العربي المشترك.
مشيدا معاليه في الوقت ذاته بالتعاون العسكري الذي يتم تحقيقه وتعزيزه بين القوات المسلحة للأشقاء في الدول العربية. وفي ختام حديثه أعرب معاليه عن خالص شكره واعتزازه بالجهود الطيبة التي بذلت وما شاهده من كفاءة عالية أثناء تطبيق المراحل الأولى للتمرين، والذي عكس بصورة جلية المستوى المتقدم في التعاون وتنسيق العمل المشترك، مؤكدا معاليه على أهمية إجراء المزيد من هذه التمارين المشتركة بين الأشقاء للارتقاء بمستويات الأداء القتالي للقوات المسلحة للبلدين الشقيقين لدعم القدرة الدفاعية المشتركة لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين. هذا وكان اللواء الركن عبد الله بن حسن النعيمي المفتش العام قد افتتح التمرين المشترك حمد واحد، كما ألقى قائد سلاح البحرية الملكي البحريني كلمة رحب فيها باللواء بحري أركان حرب أحمد محمود مفرح واللواء بحري أركان حرب جمال محمد إبراهيم من القوات المسلحة المصرية الشقيقة. وشكر القوات البحرية المصرية لتلبية الدعوة والمشاركة في التمرين التعبوي البحري حمد واحد. بعد ذلك ألقى اللواء الركن عبد الله بن حسن النعيمي المفتش العام كلمة بهذه المناسبة رحب من خلالها بالأشقاء من القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وشكرهم على مشاركتهم في هذا التمرين المشترك، مضيفا أن تنفيذ التمرين البحري المشترك حمد واحد بين القوات المسلحة المصرية الشقيقة وقوة دفاع البحرين يعد تعزيزا لآفاق التعاون العسكري ما بين البلدين، حيث يأتي هذا التمرين تتويجا لعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين. وبعد ذلك قدم إيجاز عن أهداف ومراحل سير التمرين.